الفقرة الأخيرة من حلقتنا أنت اليوم، ومعنا أحمد عبد الله أماتوس. السلام. أهلا وسهلا بك. الحمد لله. أحمد عبد الله، أنت صانع محتوى، أنت تيك توكر، فأكيد أين صدمنا تيك توكر هنا كثير، فأنت شنو أعتقد يختلف من اللي هناك؟ شنو اللي فارقة من هم اللي هناك؟ من التيك توكر الآخرين دول؟ نعم، محتوى اللي قاعد تقدمه ده أنت شنو؟ يعني أنا في هدفي كيف؟ فكيت تيك توك ده اول كان يشوف كونفلي قاعد ده يدخل لاير، ده يدخل لهجي كلام سيء، ده يدخل لهجي كلام ما سيء، وانا جاي كي قلت الشغل كي شخا يني نسي ما في يم ده، انا سيت باك خلاص جاي ساكت، قلت خليني نفتح تيك توك ونجرب هزي كي نشوف يمشي مي ولا ما يمشي مي. خلاص انا فكيت تيك توك وجرب هزي، يعني نوسي ناس، نسنسبيليزي ناس، نمشي نسي شغل عديل، نمرق عن جروب نسوق خوما انتوك خوما الا نسيتي للدوله بس يتوت فاصلون ده بزال الديفرانس اجينا مع الاخرين دول. يعني قام اقول لك التوعية وشيء يساعد الدولة تمشي لقدام. اكيد ده بس انا ده بس ريف اجي يعني دوره، لكن تيك توك بس يعني كان يعني كان يمشي باسطنا، لكن هسه انا كده طالب يعني لقيت خدمه ولا كده نقدر نخليه مني هسه شيء نسي ما في ده، قلت خليني نفك التيك توك ونشوف شغل الله يسير ما معروف بعدين. طيب في كل المجالات ولا عندك مجال معين بس مثلا توعي ناس في جانب انا تربيه ولا في جانب انا ثقافه ولا عندك تخصص معين ولا في كل الناس في كل المجالات؟ اي شيء قاعد ولي فلا يعني شغل الهوان انت شفت ثلاث هاجي فوق الهوان شفت ثلاث هاجي فوق كان فيها تكون هاجي فوق هم فوق يعني نقدر نهاجي سبحان الله. فانت قلت كان لي خدمه تخلي اكيد لي خدمه يقول توي انا ما قاعد مستني لا انا خلي ما مشي انت كثير المره واحد يعني، لكن نخفف الشيك يعني نخفف الشيك هيك مشي الرساله قد نقدر نتعاملها لناس متابعين قاعد يشوفوا لنا كثير يعني ما شاء الله نقدر نتعاملها لهم مساج يعني يقدروا يستفيدوا منها. شنو الرساله اللي انت قدمتها ولقيت ناس كله عجبهم من بديت لما انا اليوم ده زرت الاماجي زرت الاماجي يعني قاعد كي انا الراجل ام بون دي ماش كشف وقتها قلت لك مالك جينا ما قاعد زور الاماجي خلاص انا شلت مع رفقاني اثنين مي ومشينا فيزيتي الاماجي هي ناس قاعد يخدموا دول هم بس قاعد يوكيبي في ناس يوم كنت نقرا وكي شيلنا لهم شغل شيء لا يكون في نفس الوقت شغل اني في دينا وشنو دينا لهم وخدمنا معهم وقشقشنا وزرنا قبورنا الدكتور امام ماسين سيم ما نعرف يعني اول مره انا وسفاني قال ده قبور هكا قلت له قاعد شيل دعاء والاخرين من اخواننا المسلمين كثيرين في الاماجي ده كله شيلنا لهم دعاء يعني ده محتوى الناس اثروا فوق كثير ده اثروا فوق كثير مره اكيد عماتوس انت من خلال التيك توك عندك متابعين كثير يعني حصل كده لو موت ما متابعين وقال لك انت انا شفتك في التيك توك وقعدت تقدم يا عديل عجباني ده كثير مره حصل عليك كمان يسوق دير لسه كاشني يعني ما نقدر وما شاء الله واجدين عديلين في هوانين فيكم يعني ناس اصابع ما سوى ناس كرو ما سوى انا والله دخلت سوق كبير لقينا انت ريسبرتي ما ساكت بس قشيله ما توصل انا متابعك وناس كبير يتصلوا فيني اما دي انت قاعد كارتشي انا قاعد في كارتشي كارتشي مش لا نقدر نرومك اي نروم انت وين انفلوب قاعد كثير يعني كثير ما اقدر نقول اكس ايجريت لكن كثير يعني. طيب اليوم انت جاي في استديو انا لاليكو اكيد عندك رساله تقدمها رساله في انت يلا قدمها رساله ده اني دور جينا قدنا تشادينا دول كلهم يستفقوا قدمها اللي مش انت قاعد تقدمها في تيك توك ده بس اي فعلا اني دور جينا تشادينا كل يستفقوا يعني شغل انا انسويه ولا ما ينفع الوم ده في تشاد ده اي واحد يشوف خبليه قال فاتانا اخو اي واحد يشوف نفسه ذاك يقول مير مي الله لك الخان عني كل نسوه ونالي مين الديفو كي ما في اكيد ناني كي يقول لك انا بارفيت جامي ده ما في انت ان خاطر ما تشوف انا قد نشوف خاطر انا ان خاطر ما نشوف انت قد تشوف خاطر اجي يعني دابا ندور اخواني تشادين دول قال لي وشي كي يقول ناس اوفر قوم انا ديفرسيتي دول ولا قوم انا بلاغ يعني دول خليه يخلوكم وهسد اشرح قبل مره ده هسد شوف على القبران ورق اين ما كان افانسي وانا في قدام ده وسود واي واحد اي واحد يخش اخو يعني كان جينا بقينا ناس وادين ده ان شاء الله بلد يأدل ان شاء الله ان شاء الله الجن مش تقدر سمو كلامك ان شاء الله كان سمو ده بلد يأدل والله وسود بس مرقوا من قلبهم واي واحد بيجي نايم اوفر ما يسمى كلام انا مدري نايم نجي اوريخ عملت زي كيكي ما يسمى كلام يا اخي ليه انت سايق ما يعاد عدل هين شوف اللي يأدل لكن هو جا ورا كلام عمد ده كيكي كيكي ما شاء الله خلا ما مشى اللي جاني أنا كي جيجي أنا سمع كلامه اللي هو ده خلا كراو فوق قاعد أوكي أنا ما هو إني البروفيشن هو ما يعرفه
يجي وما سيجي سالاني أنا يقول أنت ما هذا شنو قاعد ما سالاني خلاك كهرباء يعني دابا ندور أخلي جنة يخلو وإن شاء الله نستفيدوا. أنتوا كمجموعة من الشباب قاعدين تقدموا محتويات في تيك توك ده، هل قاعدين تلموا كي تسوي اجتماع بينك وتقولوا يا جماعة شغل مش اللي مش اللي خليه نهتموا فوق نسوي فوق توعية، ما نقولوا ليه بس ده يأير أخو ده يسوي أخو، ولا تنشروا منشورات ما تمشي مع أخلاقنا إحنا هنا كتادين كده، هل عندك شغل ده ولا ما عندك؟ قاعد أنا قاعد أنا جروب أجينا ده قاعد نلموا بقى قاعد في جروب أنا التليفون كله أنا واتساب قاعد وكاريفور كله هنا تنين ثلاث أربع نلموا خشم وايد نقول نسوي شنو وأيامات أيامات أيامات ده بس جمت لأني ده بس لأن فورمات في ريزيدنس قام نلتة للتة كونتر للديزينفورماسيون وشات أصلا قاعدين قاعدين ده يعني يجيبوا له خبر يغيروا خبر خبر فو يعني خبر الناس يجيبوه ينشروه في التيك توك يقول لك فلان 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 نسو أركه وما سوى ده سألينك وشنو لو نيه ندور نلتة ومرة في كاد يقع ما في إن شاء الله أما توس نعم أنت عندك متابعين كتار الحمد لله تقدر تعرف ينو العين كتار ولا الرجال كتار ولا ما بنعرف؟ أي قاعد نعرف. أها ينو تابعين كتار. كتير الرجال. رجال كتار. رجال كتار أنا قاعد أبوين كتار لكن اللي يردني كتير العين. اللي يردني كتير العين يعني أي ما فيديو ده عين يرسلوا لوف. ما شاء الله. يرسلوا لوف ده يا رسول كان يشوف كتير رجال يا واياتك يرسل السكران دي دول السكران بكي دول يعني دونك أنا ما يريدك تشوف في متابعينك ده بس. هذا شيء جميل جدا كونه شباب يهتموا بأمورنا وطنهم يقدموا التوعية لشباب أخوانهم عشان نمرق من الشغل لأننا قاعدين فوق هذا الشيء جميل. شكرا جزيلا أحمد وإن شاء الله نستضيفك في حلقات أخرى من برنامج ذلك وكذلك الشكر موصول لسيد القاضي محمد أمين عبد المجيد شكرا جزيلا لك إن شاء الله كما قلنا قبل وهسه نقولوا نستضيفك عشان الناس اللي نحتاج لهم ناس زيكم نحتاج لهم دائما ابدا عشان نستضيفهم في برنامج ذلك شكرا جزيلا وشكرا لكم انتم متابعينا تابعتونا خلال الساعة ونصف هذا شيء تشكروا عليه وان شاء الله في باقي نشوفكم في باكر وفي حلقة مستمرة ان شاء الله مع السلامة.